السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في فيديو آخر لتحفيزكم من أجل استغلال هذا 15 يوم ديال العطلة أحسن استغلال. وكان بغيت غير نشجعكم إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله تكون عندكم قابلية باش تطبقوا هذا الشيء. راك قادر من هذا 15 يوم تخلق فرق شاسع، يعني هذا 15 يوم توج هذه السنة كاملة ديال القراية بواحد النتيجة رائعة، وتقدر بهذا 15 يوم تخرج على راسك. شوفوا ولدي ولا بنتي، هاد 15 يوم ما تستناش حتى تكون عندك القناعة تقرا، قرا باش تولي عندك القناعة، كما كنقولوا بالدارجة ديالنا، قرا باش تكون عندك القناعة، ماشي تستنى تكون عندك القناعة تقرا. دونك ما تعطيش لنفسك فرصة أنها تبقى تقول لك أودي راني عيان، أودي نمشي نضرب دورة، أودي نمشي نفوج على راسي، أودي. كيفاش غدير هادشي؟ هذا اسمع عندي مزيان، أنا غنعطيك الحل اللي مجرب وإن شاء الله غيكون الخير. شنو غدير؟ هاد 15 يوم ديال الالتزام مع نفسك، نوض مثلا مع 6 الصباح، غادي نتوضا وغنصلي وغادي نفطر مزيان، وغادي نقرا، ما غادي نقول نقرا 4 السوايع صافي ونسكت، غنقرا 4 السوايع وغندير فيها كذا وكذا، مثلا ساعة ونص غنلخص فيها الدرس ديال المتتاليات والدرس ديال الأعداد العقدية، بالنسبة للثالث إعدادي، ساعة ونص غنلخص فيها الدرس ديال المعلم في المستوى والدالة التألفية ثم معادلة مستقيم في ساعة ونص. فجوج سوايع ونص اللي بقات غنخدم فيها كاع التمارين اللي كاينين في ثلاثة الامتحانات قدام اللي عندهم علاقة بهاد الدروس اللي غنلخصهم. إذا خصك تكمل لاطاش، فهاد الحالة النفس ديالك ما غاديش تبقى تقول لك أودي راك عيان وخرج برا، حيت عندك واحد لاطاش خصك تكملها، عندك واحد لو طرافاي خصك دير، واحد الخدمة خصك تساليها، دونك ما تنوضش حتى تسالي ديك الخدمة في 4 السوايع. قد تساليها قبل من 4 السوايع مثلا في ساعة الخاص الدرس ديال الأعداد العقدية والمتتاليات، ساعة ونص خدمت التمارين ديال ثلاثة الامتحانات الوطنية اللي عندهم علاقة بالمتتاليات والأعداد العقدية، كملتهم ساليتهم، قالت لك ساعة ولا نص ساعة هذيك واخا اللي ربحتها غترتاح فيها، ديرها مع نفسك 4 السوايع ما نوضش، وخصني نكمل، إلا ما كملتش 4 السوايع خصني نزيد لهم، يعني نحرم نفسي من الراحة، ياك؟ يعني كاين تحفيز ديال النفس ديالك بأن ما غترتاح إلا سالات، ألوغ النفس غتخدم بواحد القوة باش تسالي وغترتاح، ياك؟ ألوغ من بعد ما تسالي هاد 4 السوايع، نديرو حنا مثلا ساليتو مع 12، غتمشي ترتاح تشوف واش خصك تحضر شي حاجة غتجيبها لهم وكذا وكذا، وغادي تمشي تغدى، العشية غدير واحد 20 دقيقة ديال استرخاء، 20 دقيقة خرج برا مثلا واحد البلاصة هادئة، وجلس وتكالما مع راسك ولا نعس ولا، المهم 20 دقيقة، أتونسيو تنعس بقا تجدع حتى العصر، 20 دقيقة فقط، ياك؟ ما تمشيش للسبات العميق، الغفوة فقط، الغفوة كيكون العقل ديالك عاد، أما مشيت للسبات العميق راه باش تفيق خصك واحد الساعة باش ترجع الطاقة ديالك، مزيان، إذا العشية عاود دير جوج سوايع ولا ثلاثة سوايع، نفس الشيء حدد لاطاش في الصباح قريت الرياضيات مثلا، العشية دير مثلا الإنجليزية ولا الفلسفة، مثلا بالنسبة للثالث إعدادي الصباح قرات مثلا الرياضيات، العشيه ديال شي ماده ادبيه كندير اللغه العربيه ولا ديال ثلاثه السوايع مثلا، اذا 7 السوايع في النهار لمده 6 ايام ونهار الحد ارتاح فيه، ولا 6 ايام دير انت 12 يوم ديال الخدمه و 3 ايام ديال الراحه في هذه العطله. شوف ما تقوليش واه غير 3 ايام ديال الراحه وقليله، راه كافياك غير نهار كافيك صاحبي ولا بنتي، راه غير نهار كافيكم، نهار ديال الراحه كيشوف راه النفس ديالك الى لقات الراحه راه تمشي، والحدود ساهله صافي كما كنقول دائما، وراه ملي تطلق الفرانات غتهود، ولكن باش تطلع راه خصك تحرق الليسونس، واش متفقين؟ راه 15 يوم طاكي فيها وغترتاح الصيف كامل، والصيف كامل رولاكس صاحبي، الصيف كامل، شهرين ونص ديال الراحة، إذا أنا 15 يوم نعطي الخدمة، نقول لنفسي إلا قالت لي ارتاح، نقول لها راه باقي لي الصيف غنرتاح فيه، نعطي الخدمة، 7 8 9 سوايع في النهار ديال الخدمة، لمدة 12 يوم، 3 أيام نقولوا حنا ترتاح فيها، ولا خدم فيها شي حاجة اللي سهلة. قول شي وحدين قال لك انا نمشي نسافر، ومزيان دي معاك المقرر وسافر اصاحبي، ودي معاك المقرر وسافر، فين ما مشيت دي معاك المقرر، عندك التزام اصاحبي، عندك التزام، عندك 7 السوايع ديال القرايه، جوج سوايع قول سامع الاهل ديالك، ولا 3 السوايع كاع قول سامع الاهل ديالك، ودور معاهم قول سمعاهم هرد معاهم، و7 السوايع ديال الخدمه، حيت عندك 15 يوم، راه مده مهمه، شوف ما تقولش بدا غدا، بدا اليوم دابا مع مثلا تفرجت لهاد الفيديو الصباح، العشيه بدا، تفرجت الفيديو في العشيه الصباح بدا، ما تستناش السيمانه الجايه ولا بعد غدا ولا، شوف المهم انا شنو نقول لك، الا بغيت تلقى نتيجه مزيانه وتفرح العطله كامله والعام الجاي تمشي لواحد المستوى الفوق، هاد 15 يوم راه قدامك، بغيت تعذب طول حياتك روح ترتاح في هاد 15 يوم، وان مع العسر يسرا، وبنادم خصو يعسر على نفسه باش يلقى اليسر، ماشي يبدا باليسر، وراه بديت باليسر غتبقى دائما معذب في حياتك، وراه هو من يعمل مثقال ذره خيرا يراه، وراه الا خدمت وغتلقى صاحبي، والا عطيتها النعاس والشكر غتعذب في حياتك، الله سبحانه وتعالى راه امرنا بالعدل.
العمل، امرنا بالجد، امرنا بالكدح، امرنا بذل المجهود، امرنا باستغلال الوقت، امرنا بعدم مضيعه ولو دقيقه من حياتنا. راه كاين الناس اللي ما كيقولش كاع، نهار اللي يجلس كيبقى يسبح، نهار يعاون الناس، ينفع الناس، كذا ما يجلسش، وانت كتقول الراحه الراحه الراحه، راه غير كيشوف ديك هذيك غير اشاعات، غير هضره خاويه. راه انا بالنسبه لي شخصيا فوقاش كنرتاح، بحال دابا راني داير هذا الفيديو عندي لو مونتاج، راني مرتاح، كنعتبر راسي مرتاح. واش كندير؟ واش انا مرتاح وكنفيد الناس؟ واش احسن هكا ولا احسن نمشي نجلس وندير رجل على رجل ونقلب في التلفازه؟ خدم عقلك صح، وجه نفسك، اورينتي راسك، وجه نفسك، ان النفس لاماره بالسوء الا من رحم ربي. وانت وجه نفسك باش تكون من رحم ربي. ما سخيتش نوقف هذا الفيديو هذا، ولكن باش يكون قصير وتقدروا تستافدوا منه وما تضيعوش وقتكم بزاف، نوقف هنا. تحياتي والله يرضي عليكم، بارطاجيو الفيديو وضغطوا على زر الاعجاب وسجلوا في القناه. شوف انا راه كنقحاير فيديوهات مهمة فيها دروس فيها شرح فيها كذا، كتلقى حتى 99% ديال اللايك في بعض الفيديوهات، يعني فيديو راه مفيد، يعني كاع اللي شافو استفاد، 99% ديال اللايك الحمد لله، يعني كاع اللي شافو استفاد. ولكن المشكل فين كاين؟ ما كتبارطاجيوش، ما كتنشروش الفيديوهات باش تعم الفائدة. ولكن سير شنو خسارة صاحبي، بارطاجي مع الأصدقاء ديالك، ديرو في البروفايل ديالك فيسبوك، ديرو يعني نشر فيديو باش تعمل فائدة. راه الا نجحت القناه ديالي راني كنعاونك، راه كتستافد معايا. ولكن الا فشلت القناه راه بطبيعه الحال انا كنخدم بواحد الطاقه فاشله وكذا، ولكن انا ما نستسلمش، كن على يقين. ولو كاع يشوفوني كاع 10 الناس واللي تبعوا معايا 10 الناس، راه لا نستسلم. انا الهدف ديالي ماشي هو هذا الشيء، هذا غير انا باغي الفائده تعم، انا عندي هدف اخر ان شاء الله، نطلب ربي يوفقني، ولكن باغي الفائده تعم. تحياتي والى اللقاء.